أشقائنا اللي خارج الوطن العربي واللي عندهم مشكلة في صلاة الجمعة. أنتوا عارفين يا جماعة اللي يترك صلاة الجمعة، يا رب يكون الشباب دلوقتي سامعني، اللي يترك صلاة الجمعة متهاونا بها، كسل منه، شوف إزاي، استهتار، إهمال، ربنا يطبع على قلبه، ياخد ختم الغفلة، كأنه ربنا بيتخلى عنه، كأنه مش تبعنا. شوف ازاي، عايز تبقى ربنا يحبك، عايز تبقى في الدايرة، اوعى تفوت صلاة الجمعة. ده يوم صلاة الجمعة دي، ده ثوابها عظيم، ويوم الجمعة فضله عظيم. كويس، ده اللي بيترك الجمعة ايه؟ كسلا، تهاونا، طبع الله على قلبه. طيب الناس بقى اللي بتشتغل، يعني ربما في الوطن العربي يبقى عنده شفت شغل ساعة صلاة الجمعة، ده معذور، ده غصب عنه هيصليها ظهر. طيب عشان عنده ظروف استثنائية، يعني الجمعة دي عنده شفت شغل، يعني ربما الجمعة الجاية واللي بعدها ما عندوش، فهيصلي، يعني ممكن يطلع له جمعة في الشهر مثلا ما بيصليهاش لأنه بيبقى عنده شغل. إنما اللي عايش بره على طول، ده بقى يحرم من الجمعة كده على طول. طب هو مش هيحس بغربة انه ما بيصليش الجمعة؟ طب الحل ايه؟ ايوه الحل ايه، بصوا يا جماعة، يعني الحمد لله ديننا دين سهل. النبي قال بعثت بالحنيفية السمحة. فانا دلوقتي بعمل حل مقترح للشباب اللي عايش برا. لو احنا تلاتة، هعتبر ان انا ومعايا ميدو ومعايا خالد مثلا، احنا التلاتة كده عايشين في دولة برا مصر، ويوم الجمعة عندنا شغل. طيب انا ممكن انا وخالد وميدو نصلي الجمعة كلها على بعضها كده في 10 دقايق، ونبقى صلينا الجمعة وتحسب لنا جمعة، فنيجي نتفق مع الشغل اللي احنا فيه في المؤسسة، نقول لهم ما احنا، ما هو اللي بيشتغلوا برا بيبقى عندهم بريك، يعني فترة راحة، وليكن ساعة زمن، عنده ساعة في وسط النهار، بيتفق مع الشغل يقول لهم الساعة دي انا اخدها من الساعة 1 للساعة 2 مثلا، او من 2 لـ3، او من 3 لـ4، يحددها، او يقولوا، او لو هو ملزم بساعة معينة مش في وقتها الجمعة، يقول لهم طيب انا البريك بتاعي من الساعة 11 لـ12، وده ما فيهوش وقت صلاة الجمعة، صلاة الجمعة بس انا بتبدأ عندهم الساعة 2 مثلا، يعني يقول لهم انا البريك بتاعي ده هاخده 45 دقيقة، ولو سمحتوا ربع ساعة انا محتاجها في الوقت الفلاني عشان انا مسلم بقيم شعيرة دينية، مش هاخد اكتر من 10 دقايق ربع ساعة. فاقوم اجيب خالد وميدو اقعدهم قدامي، ما تعتبرونيش انا الشيخ رمضان، انا بس هقول لكم اللي بيحصل يعني، او الحل اللي ممكن يعملوه. اقول له تعالى يا خالد، تعالى تعالى عشان نصلي. هيقعدوا هما الاثنين، واحد فيهم هيأذن. لا لا بلاش الأذان، أصل الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، نحن نقول الوقت دخل. طيب وأنا هبدأ أخطب الجمعة. أنتوا عارفين يعني إيه خطبة الجمعة؟ أي حد ممكن يخطب الجمعة. إزاي؟ خطبة الجمعة تحمد ربنا الحمد لله، وتصلي على سيدنا النبي والصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته، وتقول الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتوصي الناس بالتقوى، عباد الله اتقوا الله، وآية وحديث. أدي أركان خطبة الجمعة، تخيلوا. هعمل لكم خطبة على الهواء دلوقتي باللي أنا قلته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته الكرام الأطهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وبعد، فاتقوا الله عباد الله، وصيت الناس بالتقوى. وبعدين أقوم قايل آية وحديث، يقول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، صدق رسول الله، توبوا إلى الله. ونقعد، خلصت الخطبة الأولى، يلا الخطبة الثانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته الكرام الأطهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله،
أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وخلاص، أدي خطبة الجمعة، ده مش مستحيلة يعني، أديت أركانها. ده على كده هلاقي ميدو اللي قاعد قدامي ده رايح يخطب الجمعة الجاية مثلا. ده خلاص، احنا بقينا مشايخ. شوف، فيعني شوفوا يا جماعة، شوفوا الدين بتاعنا سهل وبسيط ازاي. طيب، العدد اللي تعقد بيه الجمعة ايه؟ امام واتنين قاعدين قدامه بس. يعني في رأي بيقول لك خلاص، يعني طالما اتنين موجودين نصلي الجمعة، واقوم اصلي ركعتين، خلصنا الخطبة صلي ركعتين ركعتين، ممكن اقرأ في الركعة الاولى انا اعطيناك الكوثر، واقرأ في الركعة الثانية قل هو الله احد، وصلينا الجمعة. اللي انا عملته ده كله ياخد له 6-7 دقايق، الخطبة بالركعتين، ونبقى اقمنا الشعيرة. والله عرفنا نعمل كده خير وبركة. انا من قبل كان حد كلمني في المسألة وبعت لي رسالة على الواتساب، وبعت له خطبة باللي انا قلته لحضراتكم ده، وكل مرة اصل الخطبة آية وحديث، مش حافظ حديث للنبي، اي حديث، مش حافظ آية قرآنية، مش حافظ. يقول الله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلت المعلومة للمستمع؟ وصلت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، اقم الصلاة. هذه خطبة الجمعة. فانا بنصح اشقائنا اللي برا، اللي حياتهم بقى على يوم الجمعة عنده شغل على طول، طب طول عمرك مش هتصلي الجمعة؟ طول عمرك تحرم من هذا الخير؟ لا، يعني الامر يعني ما ينبغي.